اسمحي لي يا معلمتي، عندي سؤال عن الآمال في المستقبل. نعم، تفضل. في السنة القادمة علي الاختيار بين مجال العلوم والآداب، أيهما أحسن؟ الاختيار مهم لأن له علاقة بدراستك الجامعية. باختصار، إذا اخترت مجال العلوم تصبح طبيباً أو جراحاً أو بيطرياً أو مساحاً أو فيزيائياً. إذا اخترت مجال الآداب تصبح أديباً أو مترجماً أو محامياً أو غيرهم. أنا أحب المواد الدينية. إذن يمكنك أن تصبح معلماً أو محاضراً أو قاضياً. شكراً جزيلاً. عفواً.